وانا اقولها دائما اهل مكه اذا جاي نادي اخوه الكبير ايش يقول له؟ اخوي تدري ايش اقول له؟ ايش يقول؟ لا ما يقول يا اخوي، يقول يا سيدي. الله، ايه اهل مكه والله عشناه يا سيدي، سيدي محمد ابوي ابغاك سيدي. ايوه جميل. واذا جاي نادي اخته ايش؟ اخته كبيره، يا ستي ستيت فاطمه، ستيت زكيه امي تبغاكي، بس يقول يا ستي يا ستيتا. ايش معناها هذه؟ معناها احترام وتقدير كبيره السن وكبير السن، رغم انه ما في فرق كبير، يعني تلقى اخته عمره يمكن 25 28 27 ما وصلت 30، هو عمره 15 مراهق 14، لكن علم وربوا اولئك اولاد الصغار اللي عشنا بينهم وتربينهم على احترام الكبير، وعلى قول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فتسمع ينادي باذن يسمعهم شعب عامر، يا سيدي سيدي ابوي يبغاك، ابوي يبغاك يا سيدي. والبنت كذلك صغيرة عمرها 11 12 في السوق في الشارع تنادي أختها بسرعة، يا زكية يا زكية يا ستي زكية ستي زكية بسرعة أمي تبغاكي. احتراما بهذا القول لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يقدر كبيرا عليه الصلاة والسلام. جميل. المجتمع يتربى على هالمنوال، يعني عندنا تربينا بمكة بشعب عامر، ربونا أهلنا وأمي الله يرحمها وخالاتنا وعماتنا وأهل شعب عامر، الكبير يحترم.